بيوتي بالاس سبا مدينة الرحاب القاهرة الجديدة، أفضل منتجع صحي نسائي في مصر. ده طبعاً استضفنا غادة عندنا في سيبال، لاحظنا أنها محتاجة شوية اهتمام ببشرتها وبجسمها. دخلنا على الفيشيال علشان نعمل التنظيف المبدئي اللي هنبدأ عليه البرنامج اللي هتختاره طبعاً وتحدده الدكتورة اللي مع غادة تبع المشكلة وتبع الاحتياج غادة. النهاردة احنا هنعمل التنظيف الأساسي، ده بنبتدي بيه قبل أي تريتمنت للبشرة. تمام؟ هبتدي الاول انضف لك بالميلك كلينزر عشان نتاكد قبل ما ابتدي شغل بالستيم، اتاكد ان البشره نظيفه، وبعد كده هبتدي اعمل لايت سكرابينج. تمام. بعد كده هبتدي اعمل لايت سكرابينج بسكراب مناسب للبشره بتاعتها. دلوقتي هعمل لايت سكرابينج، نشيل الجلد الميت ولو في اي شوائب في البشره. بس هغطي عينك بالويت كوتون باد علشان نحميها من الستيم، وهشغل الستيم. غمضي عينك. غادة كمان لاحظنا انها كانت محتاجة ان هي تغير الاجواء شوية، ومن الاسترس والمشاكل الحياة اليومية اللي احنا فيها، وانها محتاجة الهدوء والراحة. فاحنا طبعا في سيبال قدرنا ان احنا نخرجها من المود دوت، وقدرنا ان هي تخرج من عندنا بشكل مختلف، واحنا كنا سعادة بيها قوي، ونتمنى ان نكون قدرنا ان احنا نحقق لها الفكر اللي كان موجود عندها قبل ما تيجي سيبال. أنا مبسوطة وسعيدة أوي النهاردة بالتجربة اللطيفة دي. أنا عملت تنظيف بشرة، وعملت حمام مغربي، وعملت مساج، وبجد حاسة أن أنا ريلاكس ومرتاحة، وحاسة أن أنا فريش، خاصة بعد تنظيف البشرة. حسيت أن بشرتي بقت نضرة أكتر، حسيت أن هي يعني فيها حيوية، حسيت أن أنا كده يعني ريلاكس جدا، وبعد المساج ريلاكس اكتر واكتر واكتر. والحمام المغربي طبعا بريح الجسم برضو، فكانت تجربه لطيفه جدا، وحاسه بفرق شاسع، وعايزه اجرب التجربه دي تاني وتالت ورابع وخامس. سي بالاس سبا مدينة الرحاب القاهرة الجديدة، أفضل منتجع صحي نسائي في مصر. Thank you.
سي بالاس سبا مدينة الرحاب القاهرة الجديدة، أفضل منتجع صحي نسائي في مصر. وهلا بيكم في الجمال مع نيبال. كان لينا حلقات متتابعة عن المساج ودوره وتأثيره على الصحة النفسية والجسدية، ومن أهمية الموضوع حبينا إن احنا نتكلم باستفاضة أكتر علشان ننشر ثقافة المساج ونقدر نغير الفكر عن المساج، إنه يخرج بره إطار الرفاهية والدلع. النهاردة هنتكلم عن المساج العلاجي في عيون الأطباء. هنتكلم عن المساج العلاجي بلغة التخصص والمهنية. هنعرض لحضراتكم صور وهنشرح أعراض كتير مننا بيتعرض ليها وما بيبقاش عارف الحل ازاي. وطبعا انا بفكر حضراتكم بالصفحه الرسميه لسيبال، وان احنا في استقبال كل المشاكل واللي ممكن تكونوا بتتعرضوا او مشابهه للي احنا هنتكلم عنه النهارده عن طريق صفحه سيبال وعن طريق الارقام الموضحه على الشاشه. النهاردة هيكون معانا دكتورة ضيفة، بس هي مش مجرد ضيفة لقاء، ده هي بتعمل في منظمة سيبال أو منظومة سيبال. زي ما قلنا دايما إن سيبال بيحاول ينشر ثقافة ووعي السبا، وإزاي إن يكون له دور في تغيير نظرة الحياة والمجتمع. هنعرف كل التفاصيل عن المساج العلاجي والأعراض اللي ممكن بنتعرض ليها وبتقلمنا وبتسبب لنا مشاكل كتير في حياتنا باستفاضة مع ضيفتي النهاردة، بس بعد ما نطلع فاصل ونرجع في الجمال مع نيبال. اختيار الصفوة. سيبال سبا مدينة الرحاب القاهرة الجديدة، أفضل منتجع صحي نسائي في مصر. ده طبعا استضفنا غادة عندنا في سيبال. لاحظنا أنها محتاجة شوية اهتمام ببشرتها وبجسمها. دخلنا على الفيشيال علشان نعمل التنظيف المبدئي اللي هنبدأ عليه
البرنامج اللي هتختاره طبعا وتحدده الدكتورة اللي مع غادة تبع المشكلة وتبع الاحتياج غادة. النهاردة احنا هنعمل التنظيف الاساسي ده بنبتدي بيه قبل اي تريتمنت للبشرة. تمام؟ هبتدي الاول انضف لك بالميلك كلينزر عشان نتاكد قبل ما ابتدي شغل بالستيم اتاكد ان البشره نظيفه، وبعد كده هبتدي اعمل لايت سكرابينج. تمام. بعد كده هبتدي اعمل لايت سكرابينج بسكراب مناسب للبشرة بتاعتها. دلوقتي هعمل لايت سكرابينج نشيل الجلد الميت ولو في اي شوائب في البشرة. بس هغطي عينك بالويت كوتون باد علشان نحميها من الستيم وهشغل الستيم. غمض عينك. غادة كمان لاحظنا انها كانت محتاجة ان هي تغير الاجواء شوية ومن الاسترس والمشاكل الحياة اليومية اللي احنا فيها، وانها محتاجة الهدوء والراحة. فاحنا طبعا في سيبال قدرنا ان احنا نخرجها من المود دوت، وقدرنا ان هي تخرج من عندنا بشكل مختلف، واحنا كنا سعادة بيها قوي، ونتمنى نكون قدرنا ان احنا نحقق لها الفكر اللي كان موجود عندها قبل ما تيجي السيبال. انا مبسوطة وسعيدة قوي النهاردة بالتجربة اللطيفة دي. انا عملت تنظيف بشرة وعملت حمام مغربي وعملت مساج، وبجد حاسة ان انا ريلاكس ومرتاحة وحاسة ان انا فريش، خاصة بعد تنظيف البشرة حسيت ان بشرتي بقت نضرة اكتر، حسيت ان هي يعني فيها حيوية، حسيت ان انا كده يعني ريلاكس جدا، وبعد المساج ريلاكس اكتر واكتر واكتر. والحمام المغربي طبعا بريح الجسم برضو، فكانت تجربة لطيفة جدا وحاسه بفرق شاسع، وعايزه اجرب التجربه دي تاني وتالت ورابع وخامس. سيبال سبا، مدينه الرحاب، القاهره الجديده، أفضل منتجع صحي نسائي في مصر. النهاردة أنا حابة كل الهوانم اللي بيتابعوا الجمال مع نيبال إنهم يركزوا جداً في حلقة النهاردة، لأنها حلقة مهمة وتهم كتير من الهوانم. مفيش حد فينا ما بيشتكيش من مشاكل الفقرات، الظهر، الرقبة، وغيره 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 من الأعراض، سواء كانت عضوية أو كانت نفسية. النهاردة أنا معايا ضيفة، وهي زي ما أنا قلت قبل الفاصل مش ضيفة لقاء، هي بتعمل في منظومة سيبال سبا، الدكتورة شهندة عبد الباقي، تخصص علاج طبيعي. برحب بيك يا دكتور، يعني في وجودك معانا النهاردة في الجمال مع نيبال. وإحنا قلنا عنوان حلقتنا النهاردة المساج العلاجي في عيون الأطباء. أنتم كأطباء شايفين المساج إزاي؟
الحقيقة المساج العلاجي دي كاتيجوري كبيرة جدا من كاتيجوري عندنا في العلاج اسمه العلاج اليدوي. الهدف منها بيبقى ان احنا نوصل في الاخر ان انا اخفف الالام، سواء كانت ناتجة عن مشكلة فعلا عضوية زي انزلاق غضروفي او خشونة في الفقرات، او نتيجة فتيج يعني ارهاق بدني زايد خلال اليوم بتاعنا، او نتيجة مشكلة نفسية يعني مرضى الاكتئاب او الناس اللي هما دايما اوفر ثينكينج بيفكروا بشكل كبير دايما في المشاكل. كل دي حاجات بتؤدي في الاخر ان انا بتقلق. يعني يعتبر دلوقتي ان المساج حتى الاطباء شايفين ان هو له دور قوي في علاج كتير من الامراض سواء كانت عضويه او نفسيه في الفتره حقيقي. الاخيره ده حقيقي. يعني على سبيل المثال في بعض المستشفيات لمرضى الكانسر بيدخل في برنامج العلاج بتاعهم جلسات مساج. صحيح. نتيجة للحالة النفسية والألام اللي بيمروا بيها بيدخل في برنامج العلاج بتاعهم حاجة زي المساج. الفترة الأخيرة انتشر جدا يعني وعلى سمعنا كتير جدا موضوع الاكتئاب والاضطرابات النفسية والقلق والتوتر. يعني يمكن زمان ما كناش بنسمع عن حاجة اسمها اكتئاب بالصورة الكبيرة، أكيد المرض موجود من زمن لكن ما كانش بالشكل اللي احنا بنشوفه في الفترة الأخيرة. المساج لعب دور في حل مشاكل الاكتئاب؟ الحقيقة دي نقطة مهمة جدا ان احنا نتكلم فيها اللي هو الاكتئاب. اغلبية كتير جدا من الناس بيبقى عندهم مشاكل اكتئاب وهما مش مدركين ان ده اكتئاب، او ما بيعترفوش ان ده اكتئاب، او بيمروا بالازمة ومش عارفين او ما عندهمش الوعي ان ده فعلا اكتئاب. الاكتئاب هو مرض واحيانا بيبقى عرض. طيب طبعا ايه اللي مسؤول عن الاكتئاب؟ يعني ايه الاسباب اللي ممكن توصل لحالة الاكتئاب وفي بعض الاحيان ما بتبقاش معروف ان هو اكتئاب؟ يعني احنا بنشوف ساعات او بنسمع عن حالات اكتئاب ان هو في من فترة ومحدش حتى قدر يعرف من الناس المقربين ليه ان هو فعلا كان بيمر بحالة اكتئاب. ده حقيقي. خلينا نتكلم ان ليه اسباب كتير جدا عشان يبقى الانسان مصاب باكتئاب، ولكن يمكن من اكتر سبب متداول لدى الناس هي عدم القدرة على تحمل الامور. يعني الانسان المريض ممكن يدخل في حالة الاكتئاب، الانسان العاجز ممكن يدخل في حالة الاكتئاب، الانسان اللي عايش لوحده او في عزلة ممكن يدخل في حالة الاكتئاب، واحيانا بيبقى اضطراب نفسي مرضي. هل في حاجات بتكون غدد او يعني اعضاء معينه في الجسم هي اللي بتكون مسؤوله عن حاله الاكتئاب؟ هي الفكره ان هو الاكتئاب يعني شويه يبقى مصاحب مع المرض، يعني صاحب المرض بيدخل في حاله اكتئاب وليس العكس. يعني مثلا انا من الحاجات اللي قريتها وشفناها في الدراسات مؤخرا ان المساج بيساعد على السعاده وانه بيفرز هرمون السعاده اللي بتحارب الاكتئاب، فهل ده كلام سليم ولا غير سليم؟ حقيقي طبعا. الناس اللي هم دايما مضغوطين او محطوطين في تنشن، whatever التنشن ده سببه ايه، او ستريس نتيجه بقى ضغوط حياتيه، اعمال شاقه، عزله زي ما قلنا، ايا كان السبب بيمروا بمشاكل نفسيه احيانا تصل لدرجه انها مزمنه محتاجه لطبيب مختص يعالج المشكله. تمام. بالاضافه لده كمان بيمروا باضطرابات مزمنه اثناء فتره النوم. تمام. يعني المريض اللي عنده مشكله نفسيه، مش بس نفسية، أحيانا بتبقى بدنية، بيصاحب ده مشاكل في دورة النوم. بالظبط. يبقى عنده اضطراب في النوم. طيب هل ده هيبقى إنسان طبيعي؟ أكيد لا، مش هيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي إطلاقا.
طبيعي لو انا ما نمتش يعني عدد الساعات الكافيه اللي جسمي محتاجها عمري ما هقدر امارس حياتي او يومي بالشكل الطبيعي. ده حقيقي. طب وليه احنا بنقول كده في حين ان ناس كتير معتقدين ان النوم دي فتره شبيهه بفتره الاغماء؟ تمام. ده حقيقي. يعني حتما الكلام ده مش حقيقي، ده بالعكس نشاط الجسم بيزيد جدا اثناء اليوم، نشاط المخ بيعيد تنظيمه تاني اثناء النوم، النشاط الحيوي بتاع الجسم من هرمونات وانزيمات ودرجه حراره، كل النشاط الحيوي بتاع الجسم بينظم اثناء النوم. يعني على سبيل المثال كلنا عارفين طبعا ان كرات الدم بتاعتنا بتقصر وبيعاد بنائها تاني في الجسم، خصوصا لدى السيدات اثناء مرورهم بالدوره الشهريه بيفقدوا دم كبير، ولازم طبعا ان الجسم يبتدي يكون كرات الدم دي. فتره تكوين كرات الدم دي بتتم اثناء النوم. تمام. بيعاد تنظيمها تاني اثناء النوم، ومش اي نوم طبعا، النوم الصحي اللي هو اثناء الليل. ازاي نوصل لده؟ يعني ازاي اقدر انام الست ساعات او الثمان ساعات او برضو يعني ممكن اقول السؤال بشكل مختلف، ان ازاي المساج يساعدني او اقدر احقق من خلاله المساج العلاجي او المساج الصحي تبع يعني ما احتياجي ليه هيكون ازاي، ان اقدر انام من 6 لـ 8 ساعات بذهن صافي بهدوء من غير قلق من غير توتر. جميل قوي. وصفة. جميل جدا السؤال ده. بس قبل ما نجاوب السؤال خلينا بس نعقب على كلمة من 6 لـ 8 ساعات. تمام. الحقيقة دورة النوم دي هي مراحل، مرحلة أولى وتانية وتالتة ورا. تمام. من النوم البسيط أو الضئيل للنوم العميق. مش بالشرط إن هي تبقى من 6 لـ 8 ساعات، ولكن الأغلبية المتوسط لديهم من 6 لـ 8 ساعات متواصلين أثناء الليل. ممكن تزيد عند بعض الناس، يعني احتياج سي فرد من الناس اكتر من 8 ساعات 9 ساعات، ولو نام 8 ساعات يومه التالي يبقى مفيش فيه نشاط، مش قادر يوصل النوم. يعني معروف دايما ان اينشتاين كان بينام اكتر من 9 ساعات مع انه عالم، ومعروف دايما ان نابليون كان المتوسط النوم بتاعه اقل من 3 ساعات. ما احنا يا دكتور شاهين ده بنقول المتوسط. من لكن على فكره في ناس ممكن تنام 2 3 ساعات وبيكونوا كافيين. ده حقيقي. يعني هو تبع احتياج الجسم نفسه لساعات النوم، كل واحد فينا طبعا بيتفاوت عن التاني. بس ازاي المساج يساعدني ان انا اقدر انام نوم متواصل من غير اي توتر من غير اي قلق من غير ما اصحى؟ في ناس بتصحى 2 3 مرات وبالتالي لما بتصحى الصبح ولا كانها نامت طبعا. محتاجه انام تاني. بالظبط. طيب الهدف بتاعي من سيشن المساج ان انا اوصل في الاخر ان انا اعمل استرخاء لحاجتين. تمام. نفسي قبل ما يكون بدني، اعمل استرخاء ذهني واسترخاء بدني. ازاي بقى؟ اولا بهتم جدا بوضعيه النوم بتاعي اثناء النوم او اثناء السيشن، خلينا نتكلم اثناء السيشن. بكون مديه لكل كيرفيتشر من الظهر، يعني كل انحناء من الظهر، مثلا الانحناء القطني الحق بتاعه، وده بيكون بمساعده سبورت، يعني بنام بوضعيه معينه. تمام. بعمل سبورت للاكتاف بتاعه الجسم. بعمل سبورت للراس، لان طبعا ممكن اكون بعمل السيشن ووضع راسي متاخد في اوفر اكستنشن، يعني مفروده بزياده، بغير تماما في انحناء الفقرات العنقيه. تمام. طلعت من السيشن مجهده اكتر ما انا كنت منتظره من السيشن. يعني النوم بطريقه سليمه مريحه دي نقطه، عشان دي نقطة من النقاط اللي المفروض ان احنا ناخد بالنا منها علشان نقدر ننام بشكل سليم ونصحى عندنا النشاط والحيوية، واللي ازاي برضو المساج بيساعدني على ده. ده حقيقي ان المساج بيكون اقوى مساعد لنا نوصل لدرجة زي دي. زي ما قلنا احنا بنهتم بالوضعية، زي ما قلنا ان احنا بنوصل في نهاية السيشن استرخاء ذهني تام واسترخاء بدني، ودول السببين اللي مؤديين لاضطراب النوم اصلا. تمام. او مش مخليني انام، وان نمت بصحى كل 2 ساعة زي ما حضرتك قلتي. بهتم بالسيشن دي، ولكن مش بس بهتم بمجرد ان هي سيشن واحده، انا لازم اواظب ان هي تبقى ثقافه عندي،
ثقافة ان انا حسيت باجهاد اخد مسكن واكتفي على ذلك، لا اطلاقا، انا كده بتكاسل عن حل المشكلة، مع ان المشكلة بسيطة جدا حلها ممكن زي ما قلنا بالمساج الطبي او بوسائل العلاج اليدوية الاخرى، وبسيط قبل ما ادخل لمرحلة الانجري الاصابة. يعني انا لو سبت نفسي، احيانا الناس بيبقى عندها كتف اعلى من كتف اللي هو انعواج العمود الفقري ولكن بدرجات متفاوته، نتيجه يعني خلينا نقول مثلا عندنا احنا في السيدات نتيجه الشنط، الحمل الثقيل، الهاند رايتنج، يعني الناس اللي دايما وضعيه ايديهم في الشغل بتكتب بايدها يمين دايما متكئه على جنبها يمين، على مدار السنين بندخل في انعواج في العمود الفقري ولكن بدرجات بسيطه، ويسبب الالام اللي لسه هنتكلم عليها دلوقتي. معظم السيدات بيعانوا من الام الرقبه والاكتاف والظهر، ازاي برضو من خلال المساج العلاجي اقدر اتخلص من المشاكل اللي موجوده في الرقبه او في الاكتاف او في الظهر او غيرها من المشاكل اللي بنقابلها كتير مننا، وده محتاج ايه؟ محتاج عدد جلسات معينه، وعايزينك تشرح لنا يعني الجلسات دي المفروض تكون ازاي، وايه اختلافها بين المساج اللي هو الصحي اللي احنا بنروح نعمله وبين المساج العلاجي. خلينا ندي مثال. مثلا يعني انا دلوقتي راح اعمل مساج علاجي علشان عندي مشكله في الرقبه ومش بنام منها، مشكله مزعجه، تمام، بالرغم من ان عملت الاشاعات والفحوصات مفيش اي مشكله، تمام، واحيانا في البعض الـ 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 يعني الاسباب المؤديه لده هو التهاب العضلات، اللي هو كفيل انه يوقفني فعلا ان انا انام بشكل كويس او اكمل حياتي بشكل كويس، تمام. احنا بنهتم دايما في المساج العلاجي ان انا ما اعالجش العرض، لا اطلاقا. طب انا لو عالجت العرض هاجي تاني لنفس المشكله من الاول واعيد القصه من تاني، لا، انا بهتم ان انا انهي على السبب المؤدي للالم، لان حتى في السيشن مش مجرد ان احنا بنهتم بالمساج العلاجي ونعمل استرخاء للعضلات الملتهبه دي او بنعيد اتزانها تاني ما بين نشاط زايد في العضله وما بين نشاط قليل في العضله، احنا بنعيد اتزانها تاني بشكل تاني، احنا كمان بنعمل حاجه اسمها تمارين اطاله اللي هي الاسترتش بوزيشن، اللي هي تمارين اطاله، بنعمل حاجه موديفيكيشن في البوزيشن بتاعي، يعني بنظبط وضعيه الجسم طبقا للعمل اللي انا بقوم بيه. فاحنا بنعمل كومبينيشن ما بين اكتر حاجه، نستخدم المساج العلاجي علشان يزود او يحسن الدوره الدمويه الموجوده في المكان المؤلم ده، على سبيل المثال زي ما قلنا الرقبه، انشط الدوره الليمفاويه عشان تقدر تخلصني من المواد اللي عملت لي الالتهاب ده، وكمان انهي على السبب اللي ادى الى ظهور الام الرقبه. بيبقى كل السيشن. عرض كل عرض من او كل ما يعني مكان فيه مشكله بيبقى عدد جلساته مختلفه عن المكان الاخر، ده الامر ولا تبع حتى. ولا تبع الحاله يعني، هل اكيد طبعا حتى الحالات بتكون فيها تضرر اكتر من مكان؟ لا انا اللي اقصده ان الحاله نفسها ممكن يبقى فيها تدرج، يعني ممكن دي تكون في البدايات، ممكن دي تدرج واصلة في الألم بالظبط، ممكن دي تكون واصلة لحالة بالظبط. فهل عدد الجلسات بتكون مختلفة؟ أنا لو جيت لك مثلا وقلت إن أنا عندي مشكلة في الرقبة وإنتي شفتي الحالة وقدمت لك كل الفحوصات بتاعتي، وأنا هبقى محتاجة كم جلسة علشان أقدر اتخلص من الالام، ويا ترى بعد كل جلسه بيبقى في الام معينه؟ هل انا ببقى محتاجه لراحه معينه؟ هل انا اقدر امارس حياتي بشكل طبيعي؟ السؤال ده شويه متشعب. خلينا نتكلم عن نقطه نقطه. اول حاجه بالنسبه لعدد السيشن اللي ممكن يحتاجها الحاله،
ده بيتوقف على السيشن التقييم. يعني انا عملت تقييم واكتشفت ان في هنا مشكله كذا وكذا وكذا. ده بالعكس اثناء التقييم ممكن نطلع مشاكل العيان ما كانش بيشتكي بيها من الاول او مش جاي بيها من الاول. فبيختلف من مكان من حاله لحاله اسف. وكمان مش بس كده، معظم الحالات اللي بتشتكي من الام في الفقرات العنقيه بيبقى معاها مثلا الام في الكتف. يعني ما بتجيش هي دي بس النقطه اللي بتوجعني، لان احنا عارفين طبعا العمود الفقري او المفاصل الحزام الحوضي او حزام الكتف كله متصل ببعض. واي خلل فيه هياثر على الباقي او على الحواليه. فبناء على التقييم احنا بنحدد ايه المشاكل اللي عندنا وازاي هنعالجها وايه الخطوات اللي هي محتاجاها. ما هو مش كل حاله هتحتاج نفس الخطوات. اقل حاجه يعني اديني الاقل والاكتر بالزبط. يعني فاحنا بنتكلم فرنج توصل لقد ده حقيقي. بنتكلم فرنج ان احنا مثلا بناخد 6 سيشن ل 12 سيشن، وبعد كل فتره بنعمل ري اسسمنت تاني بنشوف الوضع وصل لفين وبنعمل اعاده تقييم تاني. الفتره الزمنيه بتبقى قد ايه بين السيشن والسيشن؟ دي برضو بتختلف على الحاله. زي ما حضرتك قلت، في حد بيجي في المرحله الاولى ده هنكتفي ان هو يجي لنا سيشن مره واحده في الاسبوع. تمام. في حد بيجي في مرحله ادفانسد شويه ده هنكتفي ان هو يجي مرتين في الاسبوع. تمام. في اعراض معينه ممكن بعد احنا في المساج حتى الصحي المساج العادي لو انا مش متعوده على المساج ممكن اصاب بالام في جسمي تاني يوم لو انا اول مره اعمل مساج. هل في المساج العلاجي بعد الجلسة العلاجية بيكون في ألام مصاحبة ممكن الكلاينت يحس بيها؟ حتما بدرجة كبيرة. ليه بقى؟ لأن احنا بنعالج المشكلة اللي هي ما كانتش أكتف. يعني في سي مشكلة عالجناها وبدأنا ان احنا نحل المشكلة دي بتبدأ تظهر ظواهر. انا موجوده انا تعبانه ولكن هنروح او خلال يومين من بعد السيشن بنحس باسترخاء تام ان لم يكن اختفاء العرض. تمام. يعني بعد السيشن مباشره واثناء السيشن بحس بالم طبعا. بيبقى محتمل؟ طبعا محتمل. ولا ما بيبقاش محتمل؟ لا 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 احنا عمرنا ما هنأذي الحقيقة. لا يعني احنا برضو عايزين نوصل. لا بيبقى محتمل. اللي بيشوفونا المشاهدين الهوانم يعني هوانم سيبال ان ايه اللي بيحصل عشان لما انا كمريض او بلاش مريض لاني مش لدرجة يعني انا ككلاينت لما عارفة ان انا هخرج من السيشن الفلانية او المساج العلاجي وانا تاني يوم ممكن اشعر بالام خفيفة او حتى ما يسبب ليش يعني اي قلق من اي نوع. احنا حتى بنقول ده في السيبال مش بس على المساج، ده احنا بنقوله على كل الاقسام ان ممكن تاني يوم يحصل نقط معينة أو آلام معينة دي بتبقى طبيعية جدا فيش منها أي توتر ولا أي قلق. لكن ممكن بعد عدد من الجلسات ينتهي تنتهي المشكلة ممكن. وخلينا برضو نقول هو احنا ليه أصلا بنحس بقلق ليه؟ يعني خلينا احنا بنتكلم على حضرتك زي ما قلتي في سوفت مساج او سوبرفيشال مساج او المساج العادي مجرد ريلاكسيشن واسترخاء. طب ليه الميديكال مساج بيتعب؟ الحقيقه مثلا لو اتكلمنا على منطقه الظهر لان دي اكتر منطقه احنا بنعمل لها مساج، هي بتتكون من 3 لايرز 3 طبقات يضيف عليهم طبقه الجلد. احنا في المساج العادي بنشتغل بس على الطبقه السطحيه اللي بيبقى فيها التنشن بسيط جدا، فمجرد ان انا افك التنشن ده حسيت باسترخاء. بس عمر المراحة دي تكمل معي بتكمل معي نفس وقتي. اليوم وقتي فهي حلها سريع ولكن مدها قصير. بالظبط. على عكس المانيوال تكنيكس او العلاجات اليدوية الاخرى تشتغل على سيليرز اللي هي الطبقة العميقة الملتصقة تماما او مباشرة بالعمود الفقري، وبنحل المشكلة بنتارجت المشكلة. زي ايه يعني؟ لو بصينا لو قلنا وصف بسيط جدا للعضله، هي عباره عن الياف مشابهه جدا لالياف
شريحة اللحمة شعرات جنب بعضها بتبقى في اتجاه موازي لبعضها. العضلة الملتهبة بيحصل كروس ما بين الألياف دي، بتعمل شبكة، وبالتالي الشبكة دي شوية بتقلل الدم اللي وصل للعضلة، وشوية بتعمل خلل في ميكانيكة العضلة. يعني لو العضلة طولها ساي 10 سنتي، لا هي قصرت من طولها شوية، وبالتالي العضلة المتصلة بالمفصل كتف مثلا أو الفقرات العنقية مداها الحركي قل لدرجة ان تيجي كلاينت نتيجة التهاب عضلي انا مش قادرة بس ارفع ايدي كده، اول ما هرفع ايدي توجعني ما بقدرش اكمل. فاحنا في الميديكال مساج بنعمل ريليز للسبوتس دي بنفكها، بس طبعا مش من سيشن واحدة ومش بشكل متقطع، يعني ما ينفعش اجي سيشن كل شهر وانا منتظره ان المشكله تتحل. هو عموما في اي حاجه مش بس في المساج بنضيف عليه حاجات كتير، يعني حاجات كتير بنساعدها، يعني بندي انستراكشن مثلا عن نظام الاكل. يعني انا لو شخص عندي نسبه الكالسيوم قليله في الجسم طبيعي اشتكي من التهاب على العضلات بشكل يعني قوي، صح، في كل اجزاء الجسم مش شرط بس الظهر. لو انا ما باخدش قدر الكافي من الميه، يعني احنا طبعا عارفين طبعا ان الغضاريف دي 70% بيتكون منها ميه، طب ده الغذاء الاساسي بتاع الغضروف، لو انا عندي نقص في كميه ميه الجسم هتاثر بشكل مباشر على غذاء الغضروف، وبشكل غير مباشر على وظائف الجسم المختلفه اللي في الاخر هتنتج لي الام رغم ان عملت الفحوصات مفيش مشكله. عملت الفحوصات ما الاكس راي طلع سليمه، الاشعه بتاعتي طلع سليمه، التحاليل طلع سليمه، ولكن انا تعبان الحته دي بتوجعني. طب ايه السبب؟ ممكن يرجع السبب ان انا مش منتظم في النوم، يعني زي ما قلنا في من شويه ان النوم دي اهم فتره الجسم بيمر بيها خلال اليوم، ولو ما اخدتش قدر الكافي فيها اليوم اللي بعده هيحصل فيه خلل، ولو تراكمت هذه الأشياء هتأدي في الآخر لمرض. كتير من الألام اللي كتير من السيدات بيشتكوا منها وبيتكلموا فيها ممكن ما يكونش ليها سبب عضوي. ده بالظبط اللي بنتكلم يعني فيه. يعني لو أخذنا بالنا أن كل طبعا في حاجات عضوية وبتكون واضحة وثابتة، لكن في عامل نفسي ممكن يسبب أعراض تكون عنيفة جدا، وزي كتير قوي مننا بيشتكي من الصداع. خلينا نتكلم عن النقطة دي. الصداع وبيجي بأشكال مختلفة، وهو في الأساس ممكن يكون أساسه توتر وقلق وقلة نوم. ده حقيقي. اشرح لنا ازاي ان برضو المساج قدر انه يتدخل في حل مشكلة الصداع. طيب قبل ما نتكلم عن دور المساج في حل مشكلة الصداع، احنا لازم نفهم يعني ايه صداع. الصداع ده طبعا اكيد عارفين يعني ايه صداع، هو ألم بيجي في منطقة الرأس، واحيانا بيجي في الفورهيد اللي هي منطقة الجبهة، واحيانا بيجي في الرقبة من ورا. طيب هل الصداع ده مرض ولا عرض؟ في الحقيقة الصداع ممكن يبقى مرض وممكن يبقى عرض طبعا. طيب هل المساج ليه دور في علاج الصداع ايا كان نوعه؟ اكيد لا. يعني احنا طبعا بنسمع عن الصداع النصفي، ده ليه علاجاته وليه ادويته، ده اللي بتوجه للطبيب مختص بيعالج المشكله. تمام. ده الصداع النصفي مرض صداع، انما واحد عنده مشكله في المخ وعامله له عرض الصداع لازم يحل المشكله عشان الصداع يختفي، اذا برضه هتوجه للطبيب المختص اللي يحل لي المشكله. طيب في مرض من امراض الصداع مرض وليس عرض، اسمه الصداع التوتري، وده الحقيقه مرض وليس عرض، حله بيبقى بشكل مباشر. طيب ايه الصداع التوتري ده؟ هو عباره عن صداع معظمنا بيشتكي منه، بتبقى درجاته يا اما بسيطه يا اما متوسطه، ونادرا لما بتبقى مستعصيه، ولكنه هو شيء مزمن بيجي نتيجه حاجات كتير، منها اختلال او عدم توازن العضلات المتصله باسفل الجمجمه. طيب في تكنيك من المساج بيساعدني
ان انا اعيد اتزان هذه العضلات المتصلة باسفل الجمجمة واحل المشكلة اللي ادت للصداع النصفي، عفوا الصداع التوتري. طيب التكنيك ده بيبقى اسمه سب اوكسيبيتال ريليز، بمعنى ان احنا بنعمل استرخاء تام او بنقلل نشاط العضلات المتصلة باسفل الجمجمة. والحقيقة العضلات دي دايما بتبقى مستخدمة او بتبقى اكتف بزيادة اثناء استخدام التليفونات اللي هي الفون او الكمبيوتر او الرايتنج وانا بذاكر. يعني طول عندنا قاعدة كده اسمها طول ما الفرونتاليس شغالة طول ما الساب اوكسيبيتال شغالة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طول ما العضلات بتاعت الرؤية اللي انا بابصر بيها سواء انا مستخدمة الفون او مستخدمة الكمبيوتر ومركزة او بكتب كتير، طول ما عضلات اسفل الجمجمة دي شغالة بشكل قوي او اكتف زيادة. فاحنا بندي انستراكشن ان انا لازم اظبط وضعية الراس وانا بستخدم الفون. طبعا كلنا بنستخدم الفون بالشكل ده اللي هو اسمه الفورورد هيد، ده بيغير لي انحناء الفقرات العنقية وكمان بيشد على العضلات اللي احنا بنتكلم عنها. امال استخدم يعني اشرحي لي كده ازاي لازم نستخدم الفون بشكل يكون حاطط الكيرفيتشر او الانحناء بتاعة الفقرات في شكل سيء اللي هو كده كده بالظبط. هو يعني وضع مؤيد شويه بس هو للاسف هو ده الوضع. خلي بالك برضه يا دكتور ان احنا في حاجات كتير احنا يعني بنتعامل معاها بشكل غير سليم. ما ده هدفنا يعني الحلقة. يعني احنا بنقعد بطريقه مش سليمه، بنشيل حتى انت ذكرتي حتى في بدايه الحلقه ان ازاي حتى الاحمال اللي المفروض ان احنا بنشيلها تبقى باسلوب صح. الشنطة يعني انت ذكرتي ان ممكن يحصل انعواج في العمود الفقري بسبب شنطة اليد، ده ممكن يحصل التهاب في مفصل الكتف. ازاي احنا يعني نفهم ونبقى عارفين اضرار التعامل من كل حاجة بنتعامل معاها؟ نمسك التليفون بالوضعية الصحيحة، نقعد بالشكل الصحيح، ننام بالشكل السليم، حتى الحاجات اللي بنتناولها. يعني احنا علشان نوصل لحالة صحية سليمة في ثلاث حاجات لازم يكونوا متوازيين مع بعض: التغذية، نسبة المية، الرياضة، النوم. حاجات كتير كلها هي دي اللي يعني اسلوب حياة. ده اللي احنا عايزين نطلع بيه من الحلقه النهارده، ان احنا ازاي نعمل لايف موديفيكيشن، يعني نغير نمط حياتنا بالشكل الصحي وباسلوب مش صعب اطلاقا. هو ممكن في الكلام يبان ان هو صعب، لكن هو تعود. يعني تعود يعني انا دايما بقول ان مثلا احنا بنصلي الخمس صلوات عاده خلاص صح. يعني احنا تعودنا ساعة الأذان هنقوم نصلي، فهو السلوكيات دي تعود. لو احنا بقى نشأنا أولادنا من الأساس على ثقافة ان يبقى ليهم اسلوب حياة ونظام في حياتهم عشان يقدروا يعيشوا بصحة سليمة وبدون مشاكل وبدون عناء. انا اتمنى طبعا ان الثقافة تبقى عندنا هي الوقاية خير من العلاج. يعني انا اقي نفسي من المرض افضل بكتير جدا ان يجيلي المرض واعالجه بكفاءة. ده حقيقة طبعا. يعني انا بشكر وجودك ومعانا النهاردة في الجمال مع نيبال، وطبعا الموضوع عايز زي ما قلت اكتر من حلقة، ولانه يعني فروعه كتيرة وكلام فيه كتير. أنا طبعاً بشكرك وبشكر تشريفك النهاردة. متشكرة جداً لك. نورتينا. وطبعاً في الختام كالعادة نيبال بتوجه رسالة مباشرة لكل هانم من الهوانم. الشجرة اللي ما بيقعش أوراقها طول السنة النخلة ثابتة أوراقها ما بتتغيرش طول فصول السنة، أقوى من شحوب الخريف
وبرد الشتاء. ودلال الربيع وسموم الصيف ثابتة قوية. النهاردة سيبال بيقدم لك دعوة للحياة، إنك تبقي زي النخلة ثابتة قوية قادرة تواجه الحياة بصحة بسعادة بتفاؤل بعطاء. كل المعلومات اللي احنا بنقولها بنقولها علشان نوسع فكرنا، نغير ثقافتنا، نغير حياتنا، يبقى لينا نظام نعيش بيه عشان نحيا بشكل سليم فعال. دعوة للحياة في سيبال. أشوفكم على خير في الجمال مع نيبال، وانتظرونا الأسبوع الجاي الساعة 7 يوم الاثنين على الصحة والجمال. تصبحوا على خير.